مصبحتي ربي أصبح على هذا الخبر. كيف يعين الرشيد القرة علينا؟ برمي كل لتريبي خيال قبيلتنا. لقد تردت، إننا في ورطة حقيقية. تبا، من يوجعه رأسه يعلن الحرب علينا. لماذا لا يحاربون لزوتر تريبي؟ أمسي القبيلة بتادر لأننا نخسر بزاف، أصبحنا نبنوا لهم فروشة. ولكن هذه هي الدنيا، فالقرات ربح وديفات أوصل ديفات. نعم ربح وخسارة، ولكن البروبلام أننا نخسر فقط، الربح نسينا ريحته. طبعا نخسر، كيف نربح وأشكال مثلك معنا؟ يا إلهي ماذا سندير يا سيد القبيلة؟ لن نحاربهم، سنلتزم الصمت ونقتلهم بالبارد ونختار مبدأ عدم الرد. ولكنهم غلقوا علينا كل شيء. اتركهم يزيرون الحدود، لن يصدم علينا أي عدو آخر. ولكن الرشيد يمشي الهدرة عليك، أنك تمرق منه. خليه يدير التكيات، أنا لا أريد الحرب حتى لا يقول علي أني حقرته. ولكن سكوتش سيبا، أنني سمعته بأدني التي سوف تأكله مدد أنه تكلم مع الحرمة تاعك وقال أنها لفعة وصوصيالة. يا إلهي إنها الحرمة، لقد تعدى على شرفك، يجب أن تعلن الحرب. ربما قالها بنية صافية ومليحة، ديجا عنده الحق، إنها لفعة وسوسيال. إنه يقول أن كونديداتهم في ستار أكاديمي أفضل من كونديداتنا وسوف تفوز عليها. أنت سير أنه قال هذه الهضرة الخطيرة؟ لقد سمعته بعيني التي سيأكلهم الدود. اللعنة، لقد أشعلوا ميش الحرب، لن نسكت على هذا الرقص، لقد ضلنا إلى الأمن القومي، إنها قضية وطنية، فلتدقوا طنبور الحرب، سندكدك خيشوم من خلط فينا. أنا خائف على زوجتي المسكينة، يا ويلي من الحرب، فأنا أحب السلام والمحبة والأخوة والتضامن. أغلق فمك أنت، جوز لي الرشيد في التليفون. لقد خلص لي الكريدي. عيط له أبل فيديو في الفايبر. ألو ألو، لا تكوف نفسك أنك لا تسمعني. انزع الفيديو وهدر بالصوت فقط، فالكونيكسيون بيردي. لقد غلطت غلطة حياتك، ستخلصها غاليا. رنديفونا في الحرب، والمكان أمام الخرشة، وجدوا روحكم. ما الذي جابنا إلى هنا؟ أنت قلت أنها قضية وطنية، ولكن نستار أكاديمي حاجة جايحة. أنا سخنت فقط، كان يجب عليكم أن تكلموني. لقد تطفرت، الآن يجب أن نضرب معهم. سأسيئ أن أتريتي معه، وقبل هذا حتى لا نبان خايفين العبوها سيريو. عجبتني هذه الخطرة، لقد رجلت معي. هكذا حينما سأقتلك ستموت بأونر. ستخلص هذه الهضرة غاليا، ستدفع ثمن التالي والمثلي. ويحك، يجب أن تكون قد هضرتك. إنني للزوم ولست على بالي بحتى واحد، أطلقني سأقطعك مرسو مرسو، سأكل كبدتك وأنت ما زلت حيا. لقد نفد صبري، سنقتلهم، استعدوا للحرب. تذكر أنك أنت من بروفوكاني، إذا أردت الحرب فلتكن الحرب، استعدوا. هنا يجب أن تأتي عيضة من الخلف، استعدوا. أكملت مسرحيتك؟ نعم إنها مسرحية، أنا لست رجلا ما دام هؤلاء هم حاشيتي، وعندما قلت الحرب كنت أقصد السلام والمحبة والأخوة والتضامن. أيها الزنادقة، لقد تركتموني وحدي. يا أتريد أن نحارب الرشيد ليخسر لنا وجهنا كما فعل بك؟ أنت رأيت وجهي، ولكنك لم ترى ما فعلته أنا. وكيف كانت النهاية؟ لقد تقدمت إليه وخسرت في عينيه خسرة دينزل واشنطن، فبدأ يرعش هكذا.
نظرت إليه وقلت أنت رخيص. هكذا في وجهه وعيني في عينه، ثم غافلته وبضربة قوية قطعت له رأسه. ثم دار الجنود حولي فبدأت قتالا شرسا، من يظهر رأسه أعطيه، من يتحرك أعطيه، حتى قتلتهم جميعا. ثم جاء 50 رجلا آخر فبدأت القتال معهم حتى هربوا مثل الفئران. وفجأة وأنا أجري خلفهم في الغابة خرج لي كومبلو من السبوع، فصرخت صرخة مدوية فهربت الأسود خوفا مني. يا إلهي يا للروعة، أقترح أن نصدم على القبائل الأخرى ما دام عندنا فارس مثلك. لا، يجب أن لا نبين لهم أننا أقوياء، يجب أن نكوف أنفسنا حتى لا يأتينا البلاء. وصدق من قال كوف نفسك تأكل الدجاج. ما تنساوش تابوني في لاشين يوتيوب تاعي، ايه غير هنا في هذيك الضويره هكذا باش تلحقكم نيمبورت كالفيديو تخرج. ايه وما زال راح تخلط الحاله في القبيله.